صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح النور. اليوم إن شاء الله رح أرفع لكم الهوم وورك اللي رح يكون تسليمه الأسبوع الجاي، آخر الأسبوع الجاي. ممكن أغير الوقت تاعهم، أنا كنت أرفعه امبارح بس بدي أمدد لكم إياه يومين للخميس يعني، فرح أغير الديدلاين المكتوب في الدوكيمنت وبرفع لكم إياه، والتسليم عن طريق المودل. جاوبوا كل الأسئلة وبترفعوا فيها الإجابات. نفصل في الهومورك كيف تقسيم العلامات كمان، يعني كل سؤال قد إيه رح يكون فيه عليه علامات. طيب بلشنا نحكي بالإنسيدز عن specific agents وبلشنا بالأسبرين، واتفقنا على low doses والhigh doses of الأسبرين، شو بنعطي indication للhigh واللow dose. حكوا لي أنتو الhigh واللow dose كيف بنعطيهم، شو الindication لإلهم وفي الأسبرين. ناس جداد، هاي المعلومة صرنا حكينا يمكن أول ما بنحكي عن الإنسيدز. غيداء، دكتورة حكينا إنه الأسبرين يعمل إنهبت للكوكس 1 و 2، مش ميكانيزم، ما بدي ميكانيزم بس احكي لي إنديكيشن. بنستخدمه أنتي بليتلت بحالة اللو دوزز، وبالهاي بنستخدمه أنتي إنفلمنتري. صحيح، ممتاز. غيداء انت باي شعبه؟ هاي الشعبه دكتوره. اوكي، بس انت موجوده بشعبه ثانيه؟ لا. اوكي طيب تمام. إذا بدنا نحكي شوي عن الفارماكوكيناتيكس للأسبرين اللي هو الأستايل سلسليك أسيد، الأسبرين عنده PKA value of 3.5. إيش بيعكس الPKA؟ كل ما زاد إيش يعني، وكل ما قل إيش يعني؟ شو متذكرين على البي كي ام؟ شو حكينا بفارما ون عنه؟ يلا يا احمد. دكتور هو بعكس درجة الحموضة، فهو كل ما قل كان حامض اكثر، كل ما علي كان بيسك اكثر، له علاقة في الابسوربشن. طيب والبي اتش؟ هسه البي كي اي هو اللوج للاساس 10 للبي اتش، هيك بتذكر. طيب البي اتش ايش بيعكس سترينث اوف اسيد؟ هسه البي اتش دكتور فوق السبب بيعكس انه بيسك، تحت اسيد. والبي كي اي نفس الاشي انت حكيت. البي كي اي دكتوره هو ثابت التفكك تبع الحمض والاسيد. سؤالي هو بيعكس نفس الاشي زي البي اتش او لا؟ جربي يا غيداء. دكتوره هلا البي كي اللي هي الفارماتوكاينتيك الابزوربشن والديستريبيوشن، مش بحكيش عن الفارماكوكينتكس، بحكي عن البي كي اي كيميكال بروبرتي، بحكيش فارماكوكينتكس، بحكي بي كي اي. ما راح اجاوبكم للمره الجاي، بتجاوبوني الـ pH والـ pKa بيعكس نفس الإشي أو لا. طيب على كل الأحوال الأسبرين والسالسليك أسيد هم
weak acids. الأسبرين هو أستايل سلسلك أسيد، فبالتالي إذا إحنا بدنا نزيد الإكسكريشن، إذا متذكرين من فارما 1 للويك أسيدز كنا إيش بنعمل؟ بنعمل ألكالينيزيشن لليورين، فبزيد عندي الإكسكريشن للأسيدز اللي من ضمنها رح يكون عندي بعد الميتابوليزم للأسبرين الفري سالسيليتز. الفري سالسيليتز، الفري سالسيليت والأدر ميتابولايتز أوف الأسبرين اللي هلا رح أوريكم إياهم كلهم لأنهم بيطلعوا باليورين make sense إنهم إيش كلهم water soluble. فالهدف من الميتابوليزم للأسبرين بعد ما يؤدي وظيفته إنه إيش أحصل water soluble أو polar metabolites عشان أقدر أعمل لها excretion. فإحنا إذا بدنا نزيد الexcretion لهاي acidic metabolites بالتالي we have to alkalize the urine، وهذا الحكي مش جديد عليكم. طيب الأسبرين أو الصوديوم سلسليت بيعطوني سلسليت okay. والأسيتيك أسيد، يعني ميتابوليزم رح تعطيني سلسليت وأسيتيك أسيد. ممكن عندي السلسليت يطلع على حاله as free سلسليت، أو ممكن يصير لأوكسيديشن ويعطيني الجنستيك أسيد، أو كونجيجيشن مع الجلايسين أو الكلودينيك أسيد. فكلها هاي ميتابولايتس من الأسبرين ها، أو مش بس الأسبرين، نقدر نحكي ميتابولايتس للسلسليت بشكل عام، للسالسيليتس بشكل عام. اتفقنا كيف الميكانيزم للأسبرين، عشو بيربط الأسبرين، كيف ارتباط الأسبرين؟ بس أحمد وغيداء، يلا يا لجين. دكتورة بيربط irreversibly على الكوكس 2 وكوكس 1، بس لما بيشتغل على اللو دوز بيربط على الكوكس 1. ممتاز صح، بريفرنس اوف بايندينج على الكوكس 1 اللي هو البليتلت انزيم، بليتلت انزيم من الكوكس عندي يا الكوكس 1. ممتاز، عشان هيك واهم شغله نعرفها عن الاسبرين انه ريفرسبل بايندينج، فبالتالي بستخدمه از انتي بليتلت وبعطيني افكت اللي هي اللايف سبان لمين، للبليتلتس اللي هي about 8 to 10 days، عشان هيك actually بنستخدمه as antiplatelet. طيب in other tissues a synthesis of new cox replace the inactivated ones، يعني احنا لو عاملين block للcox enzyme بالother tissues okay. بالعادة بصير عندي new synthesis لهاي الcox enzyme بعد تقريبا 6 إلى 12 ساعة، فبترجع عندي الإفكت اوكي. عشان هيك الاسبرين الريفرسبل افكت هي مربوطه بمين، بالبليتلت، عشان اللايف سبان للبليتلتس هو من 8 ل 10 ايام، عشان هيك بيشتغل از انتي بليتلت. اما ما بشوف له لونج تيرم افكت بالاذر تيشوز، لانه بعد 6 تو 12 اورز راح يصير عندي نيو سينثيسيس اوف نيو انزيمز. طبعا الكلينيكال يوزز للاسبرين احنا حكينا كارديو بروتكشن صح، فالأسبرين decrease the incidence of transient ischemic attack, unstable angina, coronary artery thrombosis with myocardial infractions, and thrombosis after coronary artery bypass grafting. تعرفوا إيش يعني coronary artery bypass grafting؟ coronary artery bypass grafting هاي surgical procedure لما بيكون في عندي تركيز تسكير بالcoronary arteries اوكي. ايش بيعملوا من الحلول، يعني يا اما انهم بحطوا stent بيوسعوا الشريان اوكي، او actually بيعملوا شيء اسمه bypass. ايش يعني bypass؟ بتعدى المحل اللي فيه التسكير، بجيبوا artery او حتى vein ثاني وبوصلوه عشان يوصل على الهارت نورمال بلاد فلو اللي بيكون محمل لي الاكسجينز والنيوتريانس اللي بدنا اياها. فدي بايباس المكان اللي فيه ايش البلوك، بانهم عم بيعملوا زي اتاتشمنت لنيو ارتري عشان يصير يوصل لي على الهارت الاكسجين مينلي والبلاد فلو يكون عندي اياه نورمال، فبنسميها كورنري ارتري بايباس جرافتنج، عشان هيك اسمها bypass لأني بتعدى المكان اللي فيه التسكير.
طيب حكينا كمان عن إنه الأسبرين، لأنه بالعادة الأشخاص اللي تستخدموا الأسبرين they use it for long term صح؟ وعلى low doses، وهاي low doses ورتني إنه في عندي lower incidence of cancer بشكل عام. مين اللي عم نحكي عن الكولون كانسر؟ الأدفيرس إفكتس، نفس الأدفيرس إفكت بروفايل اللي حكيناها قبل للإنسيدز بشكل عام ممكن تكون كومون كمان مع الأسبرين. الموست كومون أدفيرس إفكت أو المين أدفيرس إفكت للأسبرين نحكي عن غاستريك أبسيت إنتوليرانس، يعني بيكون الواحد عنده زي إنديجيشن مش مرتاح، أوكي بصير عنده أبسيت للجي آي، مين اللي بنحكي غاستريك أبسيت هيك اسمها. وممكن يصير عندنا ulceration، ممكن يصير عندي ulceration بسبب the use of aspirin, gastric and duodenal ulcers. وحكينا إنه بشكل عام the NSAIDs كلياتهم they have this kind of risk. وهاي the ulceration is very main side effect لل aspirin. Hepatotoxicity, asthma, rashes and GI bleeding, renal toxicity rarely to happen على الانتيترومبوتيك دوزز اللي نستخدمها في الاسبرين. Rare to happen. الاسبرين is contraindicated بالأشخاص اللي عندهم هيموفيليا. إيش يعني هيموفيليا؟ يلا يا رؤى. إنه الجسم ما بقدر عندي يعمل بلد كلوتينج. صح، بيكون في عندي مشكلة بالكلوتينج، فبيكون في عندي increased risk of bleeding. حتى الماينر injuries ممكن الواحد تكون خطيرة عليه لأنه ما عم بصير عنده normal clotting process اللي هي المفروض تصير عندنا كلنا. فبما أنه الأسبرين actually ممكن يزيد risk of bleeding، فعند هدول الأشخاص اللي أصلاً already عندهم increased risk of bleeding بيكون الأسبرين contraindicated. واحنا عارفين ليش الاسبرين بيزيد الريسك اوف بليدنج صح، عشان الانتي بليتليت افكت اوف اسبرين. طيب زمان كان الاسبرين از نوت ريكومندد انه يصير له استخدام خلال البريجننسي، لكن هلا حاليا له استخدام بالبري اكليمسيا اللي بتصير عند البريجننت فيميلز، اللي هي بيكون في عندي ارتفاع بضغط الدم بصير خلال الحمل، اوكي وارتفاع ضغط الدم هذا ممكن يؤدي انه يصير عندي organ damage سواء على الكدني، بنحكي ممكن mainly على الليفر، المين organs بيكون ممكن يصير عليها damage. ف it's a very dangerous situation خصوصا بالpregnant females انه يصير عندي ارتفاع بضغط الدم لانه بيكون عالي وبيؤدي انه يصير عندي damage. فالاسبرين is good في treating the preeclampsia، يعني بس شوفوا بالبداية إنه نبلش نعطي the treatment الأسبرين للفيميلز اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم بنقلل احتمالية حدوث الدمج على الكدني والليفر، okay؟ ف I'm saving the organs يعني. فإله استخدام بالبريجننسي بحالات البريكلامسيا. شوف بشكل عام لما بنحكي عن هايبر سنسيتيفيتي رياكشن للاسبرين، يعني واحد عنده اليرجيك رياكشن للاسبرين ايش بيكون صاير عنده؟ هاي كمان اذا واحد عنده هايبر سنسيتيفيتي رياكشن بصير الاسبرين كونترا انديكيتد، اوكي بصير كونترا انديكيتد. طيب كيف بتصير هاي الهايبر سنسيتيفيتي؟ احنا بنعرف انه الاسبرين بقلل لي البروستاجلاندين سينثيسيس من الميكانيزم اوف اكشن صح. طيب از ان اليرجيك او هايبر سنسيتيفيتي رياكشن للاسبرين لانه البروستاجلاندينز عم بتقل عندي، الجسم بصير بترجم هذا الحكي انه زيد لي الاذر باث واي اوف انفلاميشن اللي هم اللوكوتراينز، فاللوكوتراينز بزيدوا عندي، بزيد عندي اللوكوتراينز. واللوكوتراينز شو بتعمل لي الاشياء اللي بتعملها؟ برونكو سبازم صح. فعشان هيك الأشخاص اللي بيكون عندهم hypersensitivity reaction للأسبرين they might experience asthma attacks, bronchospasm. إمتى خصوصاً يعني لاحظوا إنه في أشخاص بزيد عندهم هذا أو ممكن يكون عندهم موجود هذا hypersensitivity reaction أو درجته تكون عالية؟ الأشخاص اللي كان عندهم nasal polyps. إيش يعني nasal polyps؟ النيزل بولوبس اللي هي
زي عندي non cancerous growth بتكون موجودة بالnasal linings، في عندي overgrowth مش cancerous لا وموجودة باللينينجز of the nose. okay. بهدول الأشخاص كان عندهم hypersensitivity reaction أعلى للأسبرين. هذا type of hypersensitivity reaction precludes treatment with any other NSAIDs. يعني إذا في شخص عنده hypersensitivity reaction للأسبرين we don't use any type of NSAIDs in these people. يعني ما خلص بصير cross زي كأنه عندي hypersensitivity. يعني ما بينفع استخدم لواحد عنده aspirin hypersensitivity استخدم له ibuprofen مثلا. تمام؟ شغلة تانية مهمة عن الاسبرين اللي هي الريز سندروم. هاي الريز سندروم بشكل عام احنا حكينا نعطي الاسبرين ونعطي الانسيدز بشكل عام لما بيكون في عندي inflammatory conditions بغض النظر عن سببها، صح؟ الchildren لما كان يصير عندهم viral infections كانوا يعطوهم aspirin، كانوا يعطوهم aspirin as a type of treatment عشان يقلل الانفلاميشن، يقلل الحرارة، analgesics للبين. كان في عند هدول الchildren risk of developing Reye syndrome. إيش هي هاي Reye syndrome؟ هي it's very rare to happen، يعني هاي Reye syndrome لكن it's a very serious syndrome. رح أكبر الصورة عشان أوريكم إيش ممكن يصير. sorry اللي بصير عندي بالريز سندروم بصير في عندي سويلينج، هاي طلعوا البرين والليفل، بصير في عندي فيهم سويلينج وانفلاميشن. اوكي بطلوا فانكشنال. هذا السويلينج اللي عم بصير عندي بالبرين او بالليفر ممكن يؤدي انه الشخص يصير عنده طبعا يدخل في كوما واكيد ديف. تمام؟ فا اتس فيري يعني اي شيء ممكن يؤدي انه يصير عندي سويلينج في البرين والليفر هذا اتس ا فيري سيريس كونديشن. اوكي فيري سيريس كونديشن. فعشان هيك صار الاسبرين كونترا انديكيتد بالاطفال اللي عمرهم اقل من 16 سنه، فعشان هيك ما بنستخدم الاسبرين فور تشيلدرن او حتى ممكن نصنفهم تحت التينيجرز اللي عمرهم من 16 سنه واقل. اوكي ما بنستخدم كونترا انديكيشن. تمام كونترا انديكيشن بسبب الريس سندروم اللي هي بتؤدي انه يصير عندي سويلينج بالبرين وبالليفر وبالتالي ممكن يصير عندي الانسفلوباثي بالبرين والليفر ديجريديشن which can lead to death. Non-acetylated salicylate عندي المغنيسيوم كولاين سالسيليت، الصوديوم سالسيليت والسالسيل سالسيليت. They are all effective as anti-inflammatory drugs. إذا بدي أحكي أقارنهم بالأسبرين as analgesics الإفكتيفنس تاعتهم أقل. أوكي؟ لأنهم as COX inhibitor they are less effective to inhibit the COX enzymes. okay فعشان هيك الافيكاسي اقل. وكمان they do not inhibit the platelet aggregation. متذكرين لما حكينا عن الاكسبشن مين ما بيعمل لي انهيبيشن للبلايتلت الكوكس 1 الموجود بالبلايتلت؟ حكينا عن الكوكس 2 selective agent with non acetylated salicylates. طبعا I may prefer اني استخدم هدول التايب اوف دراجز بالأشخاص اللي ممكن يكون عندهم أزمة، ممكن يكون عندهم bleeding tendencies، أو الأشخاص اللي عندهم renal dysfunction. ليش؟ لأنه الكوكس inhibition أقل، هم effective anti-inflammatory drugs وبعطوني anti-inflammatory actions وanalgesic effect، لكن بما أنه الكوكس inhibition عندهم أقل فبالتالي الريسك على asthmatic patient والأشخاص اللي عندهم bleeding tendencies ورenal dysfunction بيكون أقل. الكوكس 2 سيلكتيف انهبيترز اللي هم بينتهوا بكوكسب زي السيلكوكسب مثلا، المين ريزن فور سينثيسيس حكينا ليش، صح؟ عشان نعمل انهبيشن للمين انزيم اللي مسؤول عن الانفلاميشن اللي هو الكوكس 2
لما بنحكي انه هذا المين انزيم موجود مسؤول عن الانفلاميشن، بيكون هذا الانزيم وين موجود؟ بالانفلاماتوري سيلز. لو سمحتوا ميوت المايك. بيكون موجود بالانفلاماتوري سيلز، اوكي، والاميون سيلز، عشان هيك بزيد الانفلاميشن او بزيد الاكسبريشن لهذا الانزيم لما يصير عندي سيل انجري مثلا او سيل دامج. فالهدف كان عندي اني اعمل انهيبيشن للكوكس 2 من غير ما اعمل انهيبيشن للكوكس 1 اللي هو موستلي بيعمل لي هاوس كيبينج افكتس، خصوصا بالجي اي والكيدني والبليتلتس. كمان مش عارفة إيش صار، فصل. إيش آخر إيش سمعتوه؟ دكتورة إنه بيعمل inhibition للكوكس 2 بدون ما يعمل inhibition للكوكس 1 بالجي آي وبالكدني بس، وبالبليتلت. يس، وبالبليتلت كمان في يعني بالكدني، مش بس عندي كوكس 2. متذكرين لما حكينا عن هاوس كيبينج افكت للكوكس 2 بالكدني، كمان في عندي بالكدني كوكس 1 كمان، تمام؟ فهذا هو كان الهدف، اني احسن السيفتي بروفايل. لكن حكينا ايش صار عندي از سايد افكت للكوكس 2 انهيبيشن اللي شرحناها المحاضره الماضيه. الكوكس 2 they can be used as analgesics, antiheuretics and anti-inflammatory drugs similar to non-selective NSAIDs with approximately halving GI adverse effect. تقريبا الـ adverse effect على الـ GI system بتقل النص لما استخدم selective agents. الـ COX-2 they don't have any impact على platelet aggregations، وحكينا ليش. They inhibit the COX-2-mediated prostacyclin synthesis بالvascular endothelium، وهذا كان السبب في الريسك اللي عم بزيد عندي للcardiovascular events مع selective agents compared مع non-selective، شرحناه المحاضرة الماضية. طيب الCOX-2 inhibitor حكينا they don't offer cardioprotection، صح؟ بما انهم عم بيعملوا inhibition للprostacyclin فاكيد as cardioprotection effects ما في، زي مثلا عند الاشخاص اللي بياخذوا الاسبرين، اوكي. فعشان هيك اذا في شخص ممكن يكون عم بياخذ COX-2 selective على long term، ممكن actually بهدول الاشخاص نضيف على التريتمنت تاعهم low dose aspirin، عشان الاسبرين يعدل لي هذا الريسك اللي صاير للانكريزد اوف كارديوفاسكولار ايفنت، لانه الاسبرين ايش بيعمل؟ كارديو بروتكشن، صح؟ فممكن من كثير من الاحيان الاشخاص اللي عم بيكونوا ياخذوا سيلكتيف كوكس 2 انهيبيتر فور لونج تيرم، زي مثلا ريماتويد ارترايتس، لانه اوتو اميون ديزيز انفلاماتوري ديزيز، ممكن يكونوا ياخذوا هاي الدراجز فور لونج تيرم. بهدول الاشخاص نستخدم ايش؟ لو دوز اسبرين عشان اقلل الريسك اوف كارديوفاسكولار ايفنت. الكوكس 2 حكينا is constantly active within the kidney. Recommended doses of the COX-2 inhibitor usually can cause renal toxicities، وهذا حكينا similar مع the other NSAIDs the non-selective one، كمان ممكن يسببوا لي renal toxicities. السيلكوكسب is about 10 to 20 times more selective على COX-2 than the COX-1، ففي عندي selectivity. In terms of ulcer بتصير بالجي اي سيستم، هو associated with less incidence of ulcer اذا بدي اقارنه مع الـ other NSAIDs. Make sense انه COX-2 selective. السيلكوكسب هو عبارة عن sulfonamides، ف actually اذا متذكرين دائما حكيت لكم اي اشي فيه سلفا جروب ممكن يعمل لي risk of what؟ علياء. Yes، بصير عندي allergic reaction. وين حكينا بالانتي دايابيتيك دراجز عن جروب؟ بس احكوا لي اسم الجروب كان فيها هذا الريسك عشان السلفا جروب. شو اسم الجروب؟ يا سلام.
ما راح أجاوبكم، دوروا عليه ببارت 3. فممكن السيلكوكساب يعمل لي راشز على السكن. حكينا على اليوجوال دوزز اللي نستخدمها في السيلكوكساب، ما عندي افكت على بليتليت اجريجيشنز. ات كان انتراكت، في عندي دراج دراج انتراكشنز مع الوارفارين. الوارفارين هو انتي كواجيلانت، تمام، لانه الوارفارين بصير له ميتابوليزم عن طريق السب 2C9، تمام 2C9، والسيلكوكساب كان بايند على دكتورة راح الصوت. طيب ايش اخر اشي سمعتوه؟ انت تشرح اخر نقطة دكتورة علي ورفرين. انه الكوكسب بايند على CYP. اوكي سب 2C9. اوكي طيب، فبالتالي ممكن يزيد عندي الكونسنتريشن اوف الوارفارين، الفري كونسنتريشن اوف طبعا اوف الوارفارين، وبالتالي بتزيد عندي الكو انتي كواجيليشن افكت. فبشكل عام الاشخاص اللي بيكونوا عم بياخذوا وارفارين وسيلكوكسب ات ذا سيم تايم ممكن يصير عندهم ادجستمنت للدوزز عشان ما اعرضهم لريسك الانكريزد افكت اوف ايش الانتي كواجيليشن افكت اوف الوارفارين. وكمان اذا الاشخاص بدها توقف دواء السيلكوكسب مثلا خلال التريتمنت اوف الوارفارين لازم تو ريبورت للفيزيشن، كمان بصير في عندي تعديل ممكن على الدوزنز. ميلوكسيكام هو ريليتد للبايروكسيكام، لكن ممكن نحكي في عندي مع الميلوكسيكام بريفرنس اوف بايندينج على الكوكس 2 اوفر الكوكس 1، تمام. المايلوكزيكام عنده ايش preference of binding على الكوكس 2 over الكوكس 1، بايروكزيكام لا، بس المايلوكزيكام عنده هذا preference. It's not as selective as السيلكوكسب and may be considered preferentially selective rather than highly selective. لما بنحكي عن preferentially selective بحكي عن preference of binding، يعني في عندي preference على COX2 over COX1 بس مش highly selective. لما بنحكي عن agents that are highly selective يعني عندي complete binding على COX2 ما عندي any binding على COX1، هدول highly selective agents زي COX2 سيلكوكسب مثلا. الكوكسب agents they are highly selective. It's not as selective as السيلكوكسب زي ما حكينا، فعشان هيك ما بنعتبره highly selective agent. It is associated with fewer clinical GI symptoms and complication than البيروكزيكام دايكلوفيناك and نابروكسن، لأنه ال preference of finding بهاي الagents النابروكسن والبيروكزيكام they are non-selective. الدايكلوفيناك حكيت لكم sometimes بتصنف as selective و sometimes non-selective، يعني ممكن لقيه مصنف حسب التكست بوك اللي عم نستخدمه هون او هون. بناء على شو؟ بناء ممكن على الدوزز تاعت الدايكلوفيناك اللي عم نحكي عنها بتصنفه يا اما as selective، وما بنحكي عن highly selective agent طبعا، نحكي عن preference of binding للدايكلوفيناك. فبالتالي اكيد الميلوكسيكام لانه عنده preferred binding على الكوكس 2 اعلى من هاي الايجنتس كلها، فالجي اي سيمتمز بتكون اقل معه. الميلوكسيكام كمان it can inhibit synthesis of thromboxane A2، بيعمل inhibition للثرومبوكسين A2 even على doses بستخدمها أقل من therapeutic doses. يعني لو أنا بالمختبر وجبت هذا الإنزيم اللي بصنع الثرومبوكسين A2 قال هو إيش COX-1 صح؟ إيش بعطيني ثرومبوكسين صح بالبليتلت. فإذا جبت أنا الكوكس 1 وعملت له inhibition على doses أنا أصلا ما بستخدمها for therapeutic reason بصير في عندي بلوك للثرومبوكسين A synthesis ما بتصنع. لكن هاي الإفكت اللي عم بحكي لكم عنها بس منشوفها in vitro in dish
على الانزيم ليفل، لكن ما بترقى لانها تصير تعطيني انتي بليتليت فانكشن ان فيفو. ايش يعني ان فيفو؟ في الكائنات الحيه، سواء بنحكي عن انيمالز او هيومن، ما بترقى انها تعطيني انتي بليتليت فانكشن. عشان هيك المايلوكسيكام ما بنستخدمه از انتي بليتليت، مع انه بيعمل هذا البلوك ان فيترو. لقيتوا درولاك هو رسمك ميكستشر من الأستيك أسيد، عنده انترميديت هاف لايف، وهو كوكس 2 انهيبيتر. في عندي بريفرنس اوف بايندينج للإتودولاك على الكوكس 2. الانديكيشنز نستخدمهم بالإتودولاك من الأشياء اللي نستخدمه لها، يعني أشهرها الريماتويد أرثرايتس، الأوستيو أرثرايتس، والجوفاينر ريماتويد أرثرايتس. إيش الفرق بين الأوستيو أرثرايتس والريماتويد أرثرايتس؟ طيب شوف، الريماتويد أرثرايتس عندي هذا أوتو أميون ديزيز حكينا صح، وبيكون في عندي إنفلاميشن صاير على الجوينتس وبيؤدي إنه يصير عندي هذا البين فور إنفلاماتوري سيتيويشن. الأوستيو أرثرايتس بيكون سبب هذا البين الموجود على الجوينتس أو الإنفلاميشن اللي صاير بالجوينتس سببه بريك داون يا إما للكارتج أو للبون نفسه على عند هذا الجوينت، بصير عندي بريك داون. فهذا البريك داون تكسر مثلا للبون بيؤدي إنه يصير عندي أوستيو أرثرايتس. الجوفاينال ريماتويد أرثرايتس هذا ريماتويد أرثرايتس بصير عند الأطفال، عشان هيك بنسميه جوفاينال. يعني مش كل الأدوية نقدر نستخدمها فور ريماتويد أرثرايتس اللي صاير عند الأطفال، أوكي؟ لكن الإتودولاك نقدر نستخدمه. لما نحكي جوفاينال نحكي عن patients below 16، يعني من 16 ونازل نقدر نستخدم عندهم الإتودولاك، وبهاي الحالة بنشخص الريماتويد arthritis as juvenile rheumatoid arthritis. طيب إذا بدنا نبلش نحكي عن non-selective COX inhibitor، كل the other NSAIDs they are well absorbed after oral administration، وحكينا إنه الفود ما بيأثر على the NSAIDs بشكل عام على the bioavailability لإلهم. The ibuprofen has a half-life of about 2 hours، يعتبر the ibuprofen relatively safe. هو least expensive من الـ older non-selective NSAIDs، يعني سعره رفلي منيح، ويعتبر كمان safety wise ممكن يكون أحسن من غيره. الناproxen and البيروكسيكام they are noteworthy because of their longer half-life، عندهم longer half-life which permit less frequent dosing. فبهاي الـ agents احنا حكينا كل ما زاد الـ half-life كل ما الـ frequent dosing قل. هدول الـ NSAIDs الـ non-selective NSAIDs they are used for the treatment different things، من أهمها الـ mild to moderate pain، سواء بنحكي يا جماعة عن headache، عن migraine، ممكن different type of pain، خصوصاً الـ pain اللي بيكون له علاقة بالـ musculoskeletal inflammation زي الـ pain اللي بنشوفه بالـ arthritis والـ gout. فwe can use the NSAIDs non-selective one for different type of pain اللي حكيت لكم، من ضمنها مثلا ممكن الهيديك، المايجرين، او especially خصوصا بيفيدوا لما بيكون في عندي component of inflammation زي الجاوت والارثرايتس. They are also used to treat many other conditions، هاي الكونديشن ممكن كمان نصنفها as inflammatory conditions زي الديسمنوريا. الديسمنوريا هي البينفل events اللي بتصير عند الفيميلز during their periods. الهيدك حكينا، قلنا مش بس الهيدك الدل هيدك، ممكن كمان حتى بالمايجرين بيساعدوا sometimes. طيب وإلهم استخدام مهم، وهذا عليه سؤال بالهومورك، رح ارفع لكم الهومورك هلا على طول بعد المحاضره. بالبيتن داكتس اريتروسيس ان بريماتشور انفنتس، sometimes ممكن يصير عندنا preterm labor، يعني delivery للبيبي قبل ما يكمل 9 أشهر، صح؟ بهدول البيبيز ممكن يصير عندي condition بنسميه beta ductus erythrosis أو اختصاره PDA. تمام؟ إيش بصير عندي هون؟
بالعادة المفروض لما الفيتس أو الانفنت بيكمل التسعة أشهر إيش آخر إيش سمعته؟ لا كان واضح تكلم. حاجة أعيد، حاجة أعيد عند البيتن دكتس. طيب البيتن دكتس أريتروسز أو اختصارها حكينا PDA، هذا كونديشن بصير عند الأطفال الانفنتس بعد الدليفري، لأنه ما صار عندي تسكير لا الأورتا الارتري أو أورتا على، وبكون فاتح على بالمونري أرتري لسه ما سكر. إذا ما سكر هاي مشكلة، تمام؟ المفروض إيش؟ إنه البيبي بس يكمل 9 أشهر يصير عندي هذا التسكير على طول تقريباً بعد الدليفري. لكن لما بصير البيبي بنولد قبل موعده بصير عنده هذا الكونديشن اللي هو البيتن دكتس أريتروسيس، ما بيسكر الأوبنينج بتوين الأبورتا والأورتا والبلمونري أرتري ما سكر، فرح يعمل لي different problems عند إيش؟ طبعاً الانفنت. وبالتالي الانسيدز إلها good treatment أو إلها good use بهاي الحالات. السؤال اللي سألته عنه بالهومورك ليش؟ شوف يعني إيش بتعمل الانسيدز ممكن بتساعد بالبيتن دكتس أريتروسيس. كيترولاك كمان is a drug that is mainly used as a systematic analgesic، وحكينا الكيترولاك من استخداماته for acute pain اللي بالعادة بيكون after surgeries، ما له علاقة بالعادة، ما بنستخدم الكيترولاك for its anti-inflammatory effects، نستخدمه for its anti-pain effect اللي هي analgesic effect. Non-selective NSAIDs كمان they reduce ال polyps information in patients with primary familial adenomatous polyposis، هذا condition بيكون familial يعني ممكن يتورث، okay؟ بيكون بصير في عندي overgrowths بالجي اي سيستم، ممكن هاي تعمل لي مشاكل على الجي اي من ناحية الهضم and so on، فالانسيدز actually بتقلل هذا الفورميشن. واللونج تيرم يوز اوف الانسيدز كمان زي الاسبرين بقلل عندي الكولون كانسر. طيب هون انا صنفت الدايكلوفيناك إذا متذكرين بسلايد بالأول صنفناه مع السيلكتيف، وهون رجعت صنفته تحت النون سيلكتيف، بس عشان ترجعوا تتذكروا اللي حكيت لكم إياه إنه مرات بتصنف مع السيلكتيف ومرات بتصنف مع النون سيلكتيف، حسب ممكن حسب الشخص اللي عم بكتب الكتاب وعن أي دوزز عم بيحكي، ولأنه السيلكتيفيتي تاعته كمان إيش مالها؟ not very high، في عنده preference مش highly selective agent، عنده preference of binding. هذا الهدف من اني حطيته مرتين بمكانين مختلفين يعني. طيب دايكلوفيناك الجي اي ألسريشن may occur less frequently than with other NSAIDs، makes sense. ممكن ناخذ دايكلوفيناك 150 ملي جرام بير دايز، وهاي الدوز اللي ممكن تتاخذ عليها دايكلوفيناك actually may impair renal blood flow والجرومينال فلتريشن ريت، ممكن يعني تبلش تعمل لي رينال انسفيشنسي. الدايكلوفيناك كمان من الدراجز او الانسيدز اللي ممكن انها تزيد الامينو ترانسفيريز انزيم، وبالتالي عم يعني انه هذه انديكيشن انه ممكن عم بصير عندي بروبلمز وين بالليفر، اوكي. والاليفيشن اوف السيرم امينو ترانسفيريزز از مور كومن مع الدايكلوفيناك كومبيرد مع الاذر انسيدز، مش بالضروره انه يصير عندي ليفر بروبلمز او ديس فانكشناليتي لارتفاع الامينو ترانسفيريز، بس ايش لازم اي هاف تو كيب ان مايند اني ايش تو مونيتور البيشنت اللي بصير عنده هذا الحكي. في عندنا 0.1% اوبثالميك بريبريشن اوف دايكلوفيناك تستخدم فور بريفنشن اوف بوست اوبريتيف اوبثالميك انفلاميشن، بعد العمليات اللي بتصير ممكن بالعين بنخاف انه يصير عندي اوبثالميك انفلاميشن، خصوصا مثلا زي افتر انترا اوكلر لينس امبلمنتيشن لما يزرعوا عدسه، اوكي ممكن يصير عندي احتمال انفلاميشن، فممكن نستخدمه از بروفيلاكسز تو بريفنت هاد الانفلاميشن ممكن يصير بالعين.
في كمان formulation من diclofenac topical gel. It contains 3% diclofenac and it's effective for solar keratosis. Solar keratosis بصير في عندي زي scalpy patches على السكن, هيك dry skin و patches بتكون. اوكي مش عارفة, خليني اشوف اذا بقدر اوريكم صورة عشان تفهموا احسن. زي هيك اوكي, ومين اللي بتكون على كمان الراس زي هيك بتكون هاي الباتشز. سببها هو الصن, هذا الانفلاميشن سببه الشمس تمام. فالدايكلوفيناك بيساعد بهذا الكونديشن. الدايكلوفيناك كمان يستخدموا از سبستوريز ريكتال سبستوريز, بنعطوا بحالات البري اميتيف انالجيزيا اند بوست اوبراتيف نوزيا. بالسيرجريز او لما يكون في عندي operations بشكل عام بيكون في عندي very painful situation. من اهم الدراجز اللي تستخدم هي الاوبيويدز اللي رح نحكي عنها ان شاء الله بس نخلص الانسيدز اتوقع عطول. طيب لكن من السايد افكتس للانسيدز انهم ممكن يعملوا لي نوزيا and vomiting و respiratory depression. رح نحكي عن السايد افكتس اوف الاوبيويدز تمام. وفي أشخاص عرضة لهاي السايد إفكت أكيد أكثر من غيرهم. فالدايكلوفيناك حل بالأشخاص اللي ممكن يصير عندهم هاي النوزيا اللي بتصير بعد الأوبريشنز أو بعد السيرجريز. فعشان هيك ممكن نستخدم الدايكلوفيناك in rectal suppositories for this indication. الإيبوبروفين, الأورال إيبوبروفين is often prescribed عدوزز. لما نحكي عن دوزز أقل من 1600 ميلي جرام بير داي نحكي عن analgesic effect mainly, ما عم نحكي عن anti-inflammatory action. عم بحصل analgesic effect بس ما حصلت anti-inflammatory efficacy, ما وصلت إني أقل inflammation level. الإيبوبروفين زي الأذر إنسيدز أو من الأذر إنسيدز كمان اللي تستخدم بحالات البيتا اندكتس أريتروسز اللي حكينا عنها هلأ, الإندوميتاسين, فهو effective بالتريتمنت في البيتا اندكتس اريتروسيس وانه يعطيني هذا الكلوزر. احنا حكينا البيتا اندكتس اريتروسيس المشكله فيها انه في عندي اوبننج صح. الايبوبروفين والاندوميتاسين بتحفز هذا الكلوزر. انتوا مطلوب منكم تحكوا لي ليش كيف بيحفزوا هذا الكلوزر. الاورال والاي في روتس ار ايكوالي افكتيف فور ذس انديكيشنز لما بنحكي عن البيتا اندكتس اريتروسيس. الايبوبروفين كريم was more effective than placebo cream for the treatment of primary knee osteoarthritis. حكينا اصلا عن الانسيدز انهم بشكل عام يستخدموا بالارثرايتس كونديشن لهم good use. فالايبوبروفين الكريم له good effect بالني osteoarthritis. إذا بدي أقارن الإيبوبروفين مع الإندوميثاسين فالإيبوبروفين الـ reduction of the urine output والـ fluid retention عنده أقل. يعني in terms of side effects إنه يأثر على الـ renal system ويعمل لي fluid retention وبالتالي ممكن يصير عندي edema and so on. الـ risk مع الإيبوبروفين أقل compared مع الإندوميثاسين. الإيبوبروفين is contraindicated in individual with nasal polyps, angioedemas, and bronchospasmatic reactivity to aspirin. احنا حكينا الـ hypersensitivity للأسبرين precludes ايش الـ use of كل الـ NSAIDs. فبالتالي أكيد الـ ibuprofen رح يكون contraindicated. خصوصا الأشخاص اللي بتكون عندهم حكينا hypersensitivity للأسبرين بيكون عندهم nasal polyps وكمان ضيفوا عليها الـ angioedema. بيكون عندهم هاي الـ conditions. فبالتالي الايبوبروفين is contraindicated بهاي الحالة. طيب هل الانسيدز contraindicated بالأزمة؟ لا, يستخدموا إذا شخص عنده أزمة مش hypersensitivity reaction. اوكي ركزوا,
صح الهايبرسنسيتيفيتي رح يعمل لي ازماتيك اتاك تمام، بس هو ما عنده حساسيه مثلا للاسبرين او الانسيدز، ما بتزيد عنده اللوكوترينز. يعني هل ممكن استخدم في الانسيدز بالازماتيك بيشنت؟ يس، بس وي يوز ات وذ كوشن، وذ كوشن. الكرنت ادمنستريشن او الكونكاتنت ادمنستريشن اوف الايبوبروفين مع الاسبرين انتاجونايزز ذا ايرريفرسيبل بليتلت انهيبيشن انديوسد باي اسبرين. اذا في شخص مثلا عم بياخذ اسبرين فور كارديو بروتكشن ريزنز وعم بياخذ الايبوبروفين فور انالجيزيك او انتي انفلاماتوري افكتس، تمام، هذا التريتمنت اللي عم نحكي عنه وذ الايبوبروفين may limit the cardio protection effect of the aspirin. ليش؟ لأنه الايبوبروفين ممكن يربط على الكوكس 1، صح؟ إذا عم بعطيهم مع بعض at the same time أنا عم بحكي، أوكي؟ ممكن يربط على وين؟ على الكوكس 1 الموجود بالبليتلت، صح؟ نعطي الاسبرين بيجي بلاقي الكوكس 1 بالبليتلت إيش؟ موجود على الايبوبروفين، وعشان يفك الايبوبروفين عن الكوكس 1 الموجود بالبليتلت بدي ساعات يعني، فبالتالي ممكن يقلل لي الكارديو بروتكشن افكت. والعكس صحيح، الاسبرين ممكن ياثر على الايبوبروفين انه بقلل لي الانتي انفلاماتوري افكت. فبالتالي اكشلي لازم نبعد بالاوقات اللي نعطي فيها هاي الادويه، ما نكون نعطيها بنفس الوقت. طيب other adverse effect بس it's rare to happen اللي هي hematological effects زي الابلاستيك انيميا والجرانيولو سايتوسيس. الاجرانيولو سايتوسيس معناها ان يكون عندي الوايت بلاد سيل كاونت قليل. البلاستيك انيميا حكينا كل السيلز، كل البلاد سيلز، هون لا نحكي عن الوايت بلاد سيلز. فهاي كمان ادفيرس افكت، اتس كومن تو هابن لكن اون رير سيتويشن. يعني اذا في شخص عرضه انه يصير عنده هيماتولوجيكال افكت ممكن تصير عنده، لكن ريرلي ألاقي أشخاص عم بتصير عندهم هاي السايد إفكت. تمام، أنا رح أوقف هون، والمحاضرة الجاية منبلش بالإندوميثاسين إن شاء الله. في أي سؤال لحديت هون؟ هلأ إن شاء الله برفع لكم الهومورك، ولا تنسوا الكويز تاعكم يوم الخميس على الموديل الساعة 7:30، مدة الكويز 10 دقائق، تمام؟ 10 دقائق مش من لما بتدخل على الكويز، 10 دقائق من 7:30، فادخلوا على الوقت عشان تتعلموا وتلتزموا بالوقت. وجود لك إن شاء الله بتعملوا منيح بالكويز، الكويز مو صعب أبداً يعني. دكتورة حنين؟ تفضل. أول شابترين صح؟ يس، دي ام 1 ودي ام 2 ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم العافيه، بنكمل ان شاء الله يوم الخميس.